طيبة مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا. وإلى العناوين: قائد القوات المشتركة لقوات التحالف يستقبل رئيس هيئة الأركان اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض. رئيس الوزراء يوجب اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لحالات الفساد. محافظ العاصمة عدن يوجب تشغيل الورشة الفنية للنقل البري، ويكلف رئيس الغرفة التجارية بإعداد دراسة لتقييم وضع المؤسسة. السلطة المحلية بحضرموت تدشن أعمال صندوق حضرموت الخيري بمدينة المكلا. لقاء جماهيري بشبوة يطالب بالتحقيق في تسليم مديريات بيحان ومحاسبة المتورطين في الفساد بالمحافظة.